ودي وقعت ايه السوده دي يا ربي. يلا يا بنتي الطياره فاتتنا، ارجعي ارجعي يلا. انا نزلت يا ماما، اتاخرنا يا بنتي. انا نزلت بقالي ساعه. يا رب يا رب. ما قلنا بلاش الشغلانه دي، استلمي بقى يوم والتاني يلا سفر وشعططه. بنتي مسافره شرم الشيخ ساعتين وراجعه شغل، بس هتخلصوا بسرعه. ازيك؟ يلا يلا كله تمام عندك؟ يلا يلا يا اختي يلا. شعططه من اولها، شعططه وقرف. على فكره شكرا شكرا، انا هروح لصاحب الشركه دي وهزقه وامسح بكرامته الارض. يا نهار اسود بالله عليك يا ماما بلاش، ده انا اترفد فيها. ما تترفدي يا اختي، انت ليه محسساني انك بتصرفي عليا يا اختي؟ ايه ده، انت يا بنت مصروفك قد مرتبك مرتين. يا ماما انت عارفه ان الموضوع معايا مش موضوع الفلوس، انت عارفه ان انا بحب شغلي قد ايه. ما عشان كده انا مستحمله طالعه لامك بتحبي شغلك. يلا عداله عداله يا بنتي، خلي بالك من نفسك عشان خاطر. حاضر والله يا ماما. لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك، لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل في صاحب الشركه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مهندسه عداله من شركه ام جي اكس نتورك. اهلا وسهلا بحضرتك، مستر عمرو في انتظار حضرتك. مستر عمرو مش مهندسه. مساء الخير. مساء النور عمرو الحر صاحب الاوتيل. اهلا وسهلا باشمهندس عدالة من شركه ام جي اكس. تمام ام جي اكس. اه ده قالوا لي ان اللي جاي مهندس عادل. سوري اكيد حصل لبس بقى. عادل وعداله. حصل خير. تمام والله لو اعرف ان احنا هنتعبك ونجيبك لغايه شرم الشيخ عشان خاطر النتورك انا كنت بعتهولك لغايه القاهره. والله؟ والله. لا ولا اي تعب، ده شغلي. بس انا عايز اعرف ايه الموضوع ممكن؟ لا مفيش، هو فجاه النتورك وقع في الاوتيل كله. طب اوكي ممكن اشوف طيب المين كمبيوتر بتاع الاوبريتنج سيستم كله؟ طب انت ليه مستعجله كده؟ يعني نشرب حاجه كده في الكافي شوب وبعد كده نشوف الشغل يعني. انتوا مش مستعجلين بقى، ده انا قلت حاجه الاقي الدنيا مقلوبه. لا والله هو فعلا في مشكله والدنيا مقلوبه، بس برضه لازم نكون لطاف مع الضيوف بتوعنا جايين من طياره تعبانين، يقعدوا يشربوا حاجه الاول وبعد كده يشوفوا اوضتهم ونقعد نشرب حاجه وتمام نشوف الشغل. ده حضرتك مصمم بقى. اه مصمم جدا. طيب اوكي ممكن نشرب حاجه بس بسرعه. بس برضه بسرعه؟ طب ايه ناخدها جري بقى ولا ايه؟ منوره شرم. ميرسي متشكره. شكرا. اي ماما يا حبيبتي وحشتيني قوي والله، انتي وشرف وامانه عاملين ايه من غيري؟ لا انا كويسه الحمد لله. لا خلاص انا صلحت الشبكه بس هقعد لحد بكره عشان يجربوها وهاجي في طارق بالليل على طول. يا ماما ما تقلقيش هجيب ليموزين لغايه باب البيت والله. طب ماما خليكي معايا. ايه يا ماما في ايه؟ طيب يا ماما خليكي معايا ثواني. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. هو ايه ده معلش؟ حضرتك تكون بليمون مستر عمرو. طب متشكرة. تقومي حاجة تاني؟ ربنا يخليكي ميرسي. الو. اي ماما. لا خالص والله، ده إدارة الأوتيل نفسها هي بعتلي يعني كومبليمون. لا مفيش يعني عنب وبطيخ وخوخ وحاجات كده. طيب يا حبيبتي ماشي، خلي بالك على نفسك. يلا لا إله إلا الله. باي باي. إقامة سعيدة عمرو الحر. ما نشوف حكايتك ايه يا عمرو انت كمان. ايوه يا ماما. يا ماما انا كويسه والله، باكل كويس وبنام كويس. خلاص بقى يا ماما مش هتفضلي تخافي عليا كده، انا مش صغيره. طيب يا حبيبتي ماشي ما تقلقيش. البنات عاملين ايه؟ سلمي لي عليهم كتير. خلاص والله انا راجعه افطار الساعه 11. صوري صوري صوري. انا اسف يا استاذ والله. هم قلصوا عليا وانت لفيتي فجاه يعني. هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك يا استاذ. حاضر حاضر. كويسة؟ لا ده أنا مش كويسة. إيه اللي حصل بس؟ أنت مين؟ أنا عمرو. عمرو مين دلوقتي؟ ده أنت موبايلك الواقع ده؟ أيوة موبايلي زمان وباش. أعمل
خلاص فداك الموبايل. فدايا ايه بس؟ هات الفوطة. صدقني نسيت نفسك. اوعى كده، ابعد عني. استنى استنى. ايه اللي انت عملته ده؟ يا استاذ عمرو والله يا استاذ عمرو يا غبي ده. ولا يهمك. استر يا رب، استر يا رب. ما بتردش ليه؟ ما بترد. يكون الموبايل مفخخ وانفجر في وشها. وش بنت راح، وش بنت راح. لا 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 لا، ما اظنش ما اظنش. امال ما بتردش ليه؟ رد يا بنت. يا رب يا رب ترد يا رب. ايه يا ماما يا مالك؟ رب يا رب. مصيبه، لا كارثه، كارثه محشيه مصيبه. اختكم عداله مالها؟ اختكم اتخطفت. يا لهوي يا حبيبتي يا دودو، انت جبت منين الخبر ده يا ماما؟ كلمتها على الموبايل، صرخت صرخه كده والخط قطع. رحت مكلمها تاني لقيت الموبايل مقفول. كلمتها في اوضتها ما بتردش. كلمت الريسبشن قالوا لي ما شفناهاش. كلمت الفندق كله بقى لي ساعتين بعمل لي الحاله دي بيقولوا لي ما شفت. يبقى اتخطفت، العصابه خطفتها، بيطفوا سجاير في ودنها. بنتي اتحرقت، بنتي اتحرقت، بنتي اتحرقت. هتقولي بنتي، بنتي اتحرقت. اهدي اهدي بس يا ماما شويه كده وهتلاقيها بتكلمك، ما تخافيش. ايه يا بنت انت؟ انت حاطه اعصابك في ثلاجه؟ بقول لك اختك اتخطفت، انا بقول لك انها بتعمل سفاري، وانت عارفه سينا فيها قلق، فيها قلق. اكيد دلوقتي عصابه ارهابيه خطفت بنتي وجم على وسطها كده وربطوا حزام ناسف. بنتي اتناسف، بنتي هسكت؟ هتسكتي؟ هتسكتي يا عميد نور؟ لا لازم اتصرف. ايوه اكلم رئيس مباحث جنوب سينا. ايوه اكلم في الموبايل. من الموبايل هاتوا التليفون. انت عارفه يا ماما؟ اه كان دفعتي، كان دفعتي. هكلمه يا رب يرد، يا رب يرد. بيقعد يرغي في التليفون، يا رب يرد، يا رب يرد. استنى. الو الو. ايوه ايوه حشمت. ايوه انا العميد نور. ايوه مفيش سلامات، اديك سمعت صوتي. اهلا بيك، اهلا. بنتي، بنتي عندكم جماعه ارهابيه خطفتها، رابطين حوالين وسطها حزام ناسف. هيكون غرضهم ايه يعني؟ هيرقصوا في الديسكو؟ هينسفوا الفندق؟ ايوه بيضربوا السياحه. الحقي امك شكلها تولع الدنيا. هي جابت الكلام ده منين؟ مش عارفه، شكلها هتخلي الراجل ده يعلن الحرب في سينا. ايوه حشمة، ايوه انا معاك. ايوه عايز العنوان. اه فنادق الحر، الحر، فندق الحر. معاك العنوان. عايز ايه؟ تفك بقى الحزام بالراحه، اوعى البت تنفجر. ها هتابعك، هتابعك على طول، هكلمك كل دقيقه بس ترد. مع السلامه، مع السلامه. ايه الكلام اللي انت قلتيه للراجل ده يا ماما؟ انا حسي الامني بيقول ان الصرخه دي صرخه اختطاف، انا درسها في الكليه. يا رب يا رب اتكدب ظلم، يا رب يا رب اتكدب دراستي، يا رب ترجع لي بالسلام. بنتي بنتي يا رب، يا رب ماليش غيرهم يا رب. خير يا سياده اللواء؟ عمليه ارهابيه والحمد لله سيطرنا عليها. في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ لقوا ارهابيين عندي في الفندق. المهم ان احنا الرهينه مش لاقينها، والارهابيين مصرين على الانكار وانهم ما يعرفوش اي حاجه عنها. ودي مين الرهينه دي؟ اسمها عداله عبد الجبار. انا عداله يا فندم. انما حته دين صدفه. انما ايه يا ماما؟ بس بصراحه المفروض اللي هو حشمت ده يكلمهم في الداخليه يصرف لك مكافاه كبيره قد كده. يا بنتي دي مش مساله صدفه، ده حسي الامني. انا وانا صغيره كانوا مسميني نور رادار، بلقط كل حاجه. بصراحه يا ماما انت افورتي قوي في ايه 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 ده؟ انت اتجننتي؟ افورت؟ انت بتكلمي ايه؟ عيل سيس يا بنت انت؟ ده انت لو ما كنتيش بنتي كنت رقدتك. انا اسفه يا ماما، اقصدش يا ماما يعني البنت شوشو قصدها تقول لحضرتك انك قلبت الدنيا على الفاضي، وكل اللي حصل ان الست عداله هانم موبايلها وقع في البسين عادي يعني. يا بنتي قلت لك مش مساله بسين، انا بقول لك حس الامن عالي، انا عيني بتلقط الجريمه قبل ما بتحصل. عيني لو جابت يمين يبقى قتل، لو جابت شمال يبقى سطو مسلح، لو بربشت زي اللي حصل كده يبقى خطف انثى. وعلى العموم جت بفايده، هم قبضوا على الارهابيين، ما حدش عارف كان ممكن يعملوا ايه في البلد. ايه الاخبار يا هيثم؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الشغل كله تمام؟ تمام الحمد لله. بص يا هيثم انا كنت طالب منك خدمه. تحت امرك. طبعا انت اللي ماسك السيستم. بص يا سيدي، الو مساء النور. ايوه انا. ازاي الكلام ده؟ يعني ايه السيستم وقع يا جماعه؟ انا طيارتي كمان ساعه ونص. طيب حالا انا نازله اشوف في ايه.
مع السلامة. ده البلاوي اللي عمالة تحدف عليها دي يا ربي. تمام مفيش مشكلة. مساء الخير يا مستر عمر. مساء النور. طب أنا هكلمك تاني، باي باي. ازيك يا عدالة، أخبارك إيه؟ الحمد لله. إحنا مش قلنا بلاش مستر ده؟ وبعدين إحنا مش بقى في بينا عيش وملح وإرهابيين. طيب يا عمر، أنا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة أوي. مشكلة إيه خير؟ لسه مكلميني دلوقتي وقالوا لي إن السيستم في الأوتيل كله وقع تاني، وأنا هحتاج أكتر من ساعتين عشان أعرف أشغله، وطيارتي كمان ساعة بالظبط. ولا يهمك يا ستي، أنا بكرة إن شاء الله مسافر على طيارة القاهرة، هحجز لك معايا على نفس الطيارة وفيرست كلاس كمان. أيوة يا مستر عمرو، بس الموضوع مش بالسهولة دي خالص، أنا لازم أسافر النهاردة عشان مامتي قلقانة عليا أوي. واضح إن ماما بتحبك أوي. أيوة طبعًا بتحبنا أوي. ماما بالنسبة لنا كل حاجة، الأم والأب، بعد بابا الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده بقى هي قلبت الدنيا عليكي لما ما ردتيش عليها. ايوه بس بقى ما تفكرنيش، الموضوع ده بيخضني. طيب انا هستأذن عشان اخلص شغل. طب ممكن بعد ما تخلصي شغل نتقابل انا وانت ونتعشى مع بعض؟ لا لا. ايه؟ اصل انا تعبانه قوي بصراحه ومحتاجه ان انا انام. حتى لو قلت لك عشان خاطري؟ طب والله انا ما اتعشيتش حتى من امبارح. اهو فرصه بقى نتعشى مع بعض وكده. ايه طيب خلاص موافقه. خلاص مستنيك. وعلى فكرة أنا خليتهم يعملوك أبجريد الليلة دي لسويت، يعني اعتذار مننا عن تعطيلك الليلة دي. لا لا يا مستر عمرو، سويت وكومبليمو وكارت ده كتير قوي. لا كتير ولا حاجة، دي أقل حاجة ممكن أعملها علشانك. عامة متشكرة قوي. العفو. عادلة ممكن اطلب منك طلب بس توعديني ان انت ما ترفضهوش؟ ايه هو؟ لا لا وعديني الاول. اوكي برومس. ترفضيش. اتفضلي. دي هديه بسيطه كده، اتمنى انها تعجبك. ايه ده؟ ده موبايل بدل اللي باظ منك في البسين. ايوه بس الحقيقه ها انت وعدتيني وقلت لي خلاص وعد. ميرسي قوي والله يا مستر عمرو، بس بجد انا عندي فعلا مشكله. لا مشكله ايه؟ خلاص بقى ما تكسفينيش. وبعدين هو مش احنا كنا السبب ان احنا بوظنا لك الموبايل صح؟ اعتبريه يا ستي اعتذار من الاوتيل. بجد مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس ما كانش ليه لازمه برضه. خلاص بقى ولا تقول اي حاجه اصلا. ممكن اطلب منك طلب تاني؟ معلش. اتفضل. وديني بقى المره دي ان احنا نبقى اصحاب. اكيد طبعا، ده شرف ليا كبير قوي يا مستر عمرو. يا مستر عمرو. ايه يا عدالة الجو ده؟ بقى في اتنين صحاب بيقولوا بعضهم يا مستر. طب انا اسفه قوي يا عمرو. يا ايه؟ يا عمرو. الله شفتي دي طالعه حلوه ازاي يا عمرو؟ وليها مره كمان بقى. لا خلاص بقى. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. الشنطة يا مستر عمرو، الشنطة يا مستر عمرو، يا دي النيلة. هو اسمه عمرو؟ أيوة. يا عمرو. يا مستر عمرو. يا عمرو. بس خلاص فضحتنا، في إيه؟ يخرب بيتك ويخرب بيت سنينك. ماشي يا شوشو الكلب بقى، أنا تعملي فيا كده؟ وحياة أمي ما هسيبك أنا أعرفك. مين سامح؟ يا وطي يا حيوان، وحياة أمي أنا ما هسيبك. أنا مش سيبك، وحياة أمي أنا اللي مش هسيبك. وقابل بقى يا خفيف. خد بقى البلوك المتين عشان بقى تنفعك قلة أدبك. أمانة عدالة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا روحي. ماما فين؟ ماما جوه اهي. ها قولي لي عملتي ايه في شرم؟ يا سلام على شرم وجمال شرم ورقة شرم. طب والنبي باخديني معاكي المرة الجاية. ماشي المرة الجاية. ماما فين؟ ماما عدالة جت.
سمع صوتها يا نور عيني يا قلبي يا قلبي. ايه ده؟ البت دودي جت. ايه؟ حصل لك ايه؟ خسيتي؟ انت تولي ولا انا اللي قصرت ولا ايه؟ لا انا عداكي وقايساكي. خلاص يا ماما احنا كبرنا بقى يا ماما. لا يا هتفضلوا طول عمركم صغيرين يا حبيبتي يا حبيبتي. عدالة شرف يا روحي. شرف وحشتيني. وانت كمان وحشتيني قوي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا روحي. ما قلتليش ان انت جايه ليه؟ انا فاكره ان انت هتوصلي كمان 3 ساعات، ده انا كنت عامله حسابي اجيبك من المطار. ما هو انا بصراحه ما حبيتش اقلقكوا عليا، قلت اعملها لكم مفاجاه. يا حبيبتي يا حبيبتي طالعه لامها وارثه مني يا اختي سيوله المشاعر وتدفق الاحاسيس. طبعا. ربنا يخليكوا ليا يا رب. قولي لي يا نور عيني، يا نور عيني وقلبي، جيتي ازاي من المطار لغايه هنا؟ والله يا ماما ابن صاحب الاوتيل ما سابنيش، وصلني لحد باب البيت. ابن اصول؟ ابن مين؟ ابن مين؟ فندق مين اللي ابنه وصلك يا بنت؟ ايه؟ سامعيني؟ ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ بتقولي ايه؟ ده انا هرقدك 4 ليالي بخمس ليالي شامله القطن والشاي. معلش يا ماما خلاص. ازاي تركب مع حد غريب؟ محدش يقول لي معلش. انا ظلمي ايه؟ انا الحسنه عندي تخص والسيئه تخص. يا ماما يا ماما استني، والله الراجل عمل لي كده عشان بيعتذر لي علشان قعدني في الاوتيل يوم زياده. وعنده كام سنه الراجل ده؟ عنده كام سنه؟ عنده 30. مش تقولي 30، طمنتيني ويبقى ما فيش منه خوف. كنت فاكره 29. انت استعبطي يا بنت. انا قايله لك ان الشغلانه دي هتجيب لنا مشاكل. يا ماما والله ده الراجل بيعمل لي بمنتهى الذوق والاخلاق والاحترام. ما هم كده شباب ال30 يبتدوا الاول ادب واحترام وبعدين رغي وكلام وفي الاخر يقول لك روحي لامك انا عايزه انام. يا ماما ما عادش في الكلام ده، الناس دلوقتي بقت متفتحه. بس يا بنت ما انتش فاهمه حاجه، انا عارفه اللي عندهم 30 دول يسالوني انا، ده سني. محدش منكم انتوا الثلاثه يخرج مع اي راجل، لا صاحب ولا زميل ولا كلب بديل. حاضر يا ماما حاضر. فين شنطتك؟ فين شنطتك؟ ما ايه شنطتي ايه؟ بتستعبط بتستعبط. دي شنطتك؟ شنطه الهدوم. شنطه الهدوم اصل انا يا ماما والله نسيتها في الاوتيل وهم قالوا لي هيبعتوها لي بكره على طول. والله والله نسيت الفندق في الشنطه؟ بتضحكي على مين يا عداله؟ على امك؟ والله يا ماما ابدا انا فعلا نسيتها بجد. ايه ده؟ هعمل ايه انا دلوقتي؟ انا احسن حاجه اقفل الكمبيوتر خالص. يا نسى عداله. ايه يا مصور في ايه؟ في واحد عايزك تحت. واحد مين؟ اسمه عمرو الحر. طب بس بس، طب خلاص روح انا جاي. بقول لك ايه؟ انا مروحه. مستر عمرو ازاي حضرتك؟ ازيك يا عداله، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا قلت اجيبك الشنطه اللي انت نسيتيها المره اللي فاتت. معقول يعني جايب نفسك لحد هنا؟ طبعا، ايه المشكله؟ اتفضلي بقى الورد ده. ميرسي قوي، بس ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه نسيانك للشنطه. ده بجد؟ بجد. ما هو موضوع نسيانك للشنطه ده راجع لتقصير مني، لان انا المره اللي فاتت مشيتي من غير ما افكرك بيها، فقلت بقى لازم اعتذر يعني ويبقى عندي دم كده واجيب لك ورد. اتمنى بقى ان هو يعجبك. اكيد. ميرسي قوي. العفو. انا اسف. اتفضلي. عداله. ايوه. بالنسبه للشنطه ايه؟ سوري. اوكي. اتفضلي. متشكره قوي. العفو. على فكره عداله، انا عندي ذوق برضو بفهم شويه كده، لو تحب اوصلك يعني. ايوه بس انا هنسى الشنطه تاني. لا والله العظيم هفكرك. بس مش عايزه اتعب حضرتك معايا. بالعكس، ده انا نفسي تتعبيني اصلا. أوكي. الشنطه اتفضلي. وادي الشنطه عشان ما تنسيهاش.
كتافاتي يا كتافاتي انتي مالية كل حياتي. الله، جرايه يا سمح، انت خارجه ولا ايه؟ بعد اذن حضرتك يا ست المأمورة. على فين العزم؟ رايحة ازور ابني، ساعتين زمن ومش هتأخر. ابنك مين؟ الله، انت مش قلت انك اتبريتي من ابنك دوت وقعدتي تقولي قلبي وكبدي غضبانين عليه؟ مظبوط، بس ده ابني صغير واد غلبان ملوش حد غيري. انا جهزت العشاء وعملت كل حاجة وشطبت المواعين. والله فين العشاء ده؟ طول عمرك برج حنان. يلا اتفضلي بس ما تتأخريش. حاضر يا ست الكل. امشي على الرصيف لحسن حد يخطفك. هيخطفني يعمل بيا ايه بس يا ست الكل؟ بهزر. سلام عليكم. مع السلامة. شدي ومدي. سمحة بدأت تحور، ربنا يستر. اثبت مكانك. راح فين السعادة يا ست سمحة؟ تملك انت حق عليا، كنت عايز اوفر عليك المشوار. انا غلطان لك يا ستي، حقك عليا. ايوه بس هنا هو ده البيت. أيوة. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حضرتك تعبت معايا قوي النهارده. تعبتيني؟ يا نهار ابيض، امال احنا بقى نقول ايه؟ احنا اللي تعبناك ومسفرينك ومشحططينك يعني. لا خالص، ما تقولش اي حاجه، ده شغلي. ربنا يوفقك. ميرسي. خلصتوا يا اولاد ولا ايه؟ انتصار. ده خطوه عزيزه والله يا فندم. الله يخليك يا ابراهيم حبيبي. طمني الشغل حلو؟ زي الفل، ربع ساعه بالظبط وخلاص. تمام. يا خبر مدام تمادر. مالها؟ انا نسيت الموبايل بتاعي في المكتب. معاك موبايل ابراهيم وحيد؟ يا فندم قول الرقم كام. لا اصل انا بعرف اعمل كده. انا عايزاك بس تنزل البلاتو تقول لهم ان انا جاهزه خلاص، انا لبست عشان بس نخش نقول الخبر وخلاص. يلا. تمام، 10 دقايق بالظبط. لا يا حبيبي، احنا هنبقى هوا. يلا. ايوه يلا، احنا ريدي. يلا يا جماعه. يلا يا حبيبي. مدام تمادر. هقابلك بعد ساعة؟ يا بنت الأرندلية، العيال بيسنجفوني؟ البنت دي ناقصة تربية. يا إبراهيم يا واطي، عامل إيه إبراهيم؟ أنا بخير الحمد لله. كبرت يا واد وحلويت واتدورت. انت ما بتتجوزش ليه يا ابراهيم؟ مش تتجوز. والله يا فندم فكرت في الموضوع دوت، بس مش لاقي الانسان اللي تحتويني. تحتويك ليه يا حبيبي؟ بس يا ابراهيم المحطة مليانة بنات. انت عارف انا لو اصغر بس سنتين ما كنتش افوتك، كنت اتجوزتك. يا ريت يا فندم. الحمد لله ربنا ستر. بنتي رشا السكرتيرة عندنا، بنت مدملكة وحلوة كده، ما تتجوز. بص، وعندها ميزة بقى مهمة قوي، إن مستواها الاجتماعي نفس مستواك. المشكلة إن أنا ورشا مفيش ما بيننا كيمياء. 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 أصل أنا يعني في المشكلة دي بقى لي مدة. عندي واحدة صاحبتي بنتها هما أغنية قوي قوي قوي، بنتها اتجوزت واحد واطي من بيئة واطية، مستوى الاجتماعي منحدر. وطبعا بقى ايه، الواد استغلها وقعد يقلبها لغايه ما قال لها اشتري لي عربيه. بس كل ما يتخانقوا مع بعض تقول له هات مفتاح العربيه، هات مفتاح العربيه. بص يا فندم، هي الزوجه اللي انت بتقول عليها دي لو من عيله وبنت اصول ومتربيه واهلها ربوها، يعني ما كانتش هتعمل الحركات الواطيه دي. واطي. وحشتني يا حبيبي، وحشتني قوي. بركه. اشكرك. ميرسي. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشتني. انت عامله ايه؟ الحمد لله، وحشتني يا حبيبي. ماما. وانا بالنسبه لي انا بقيت حياتي كلها عايشه في الضلمه، عشان ماشيهم بقى. لا ما ينفعش، دول احسن دعايه متحركه لشركه الحراسات بتاعتنا. طب ما تقفل شركه الحراسات وتخليك في المحلات. قفل شركه ابوك الله يرحمه، ده كلام برضو يا محمود. الله يرحمه. اللي ما عامله ايه؟ تحفه.
تجنن. جبت شويه شاشات 3 دي هنكتسح بيها السوق. هيوصلوا امتى ان شاء الله؟ وصلوا خلاص. طمني المستشفى بتاعتك عامله ايه؟ الحمد لله يعني بتتعرف شويه بشويه وان شاء الله ربنا كريم. ان شاء الله هتبقى اكبر مستشفى في مصر كلها. بدعائك ليا يا ماما. انا ليا غيرك يا روح ماما. يلا حبيبي اخبار البيت ايه؟ الحمد لله. استاذ انتصار ابراهيم برا. انت لازم تاخدي مشوار ساعه عشان تقولي لي ابراهيم. ما هناك قولي لي ابراهيم. يا ماما الوقت من ذهب. اتفضلي جري بقى. رهوان عايزه رهوان. استاذ ابراهيم اتفضل. خير ابراهيم؟ مكتب وزير الداخليه لسه قافل معايا دلوقتي. ادونا تصريح ان احنا نروح نصور في سجن النساء بتاع القناطر. ايه ده؟ هو حضرتك هتصوري مع الست الماموره اياها دي؟ ايه ده؟ انا انزل اعمل تقارير تافهه زي دي؟ ثم بيني وبينك الست يعني لسانها طويل وانا معرفش ممكن تقل ادبها عليا او تعمل فيا ايه. المهم انا عايزاك تاخد البيت سامح وكاميرا وتنزلوا تروحوا على السجن هناك. انا عايزاك تعمل تقرير تبهدل لي فيه الدنيا. عايزاك تمسك لي عليها حاجه. امسك ايه؟ هتمسك ايه؟ ورك فرخه؟ هتمسك يعني تشوف الاهمال. تصور كل الاهمال والتسايب اللي جوه السجن. تشوف المسجونات بيكرهوها قد ايه. الله يا مدام انتصار. الله الله والله يعني حضرتك حاطه الست دي في دماغك وخلاص هتدمريها. لا لا ست ايه اللي انا حطها في دماغي يا ابني. لا الموضوع اكبر من كده. انا عايزه امسك قضيه مهمه. قضيه الانوثه. الأنوثة في مصر بتتدمر يا ابني. انت عارف يعني ايه واحدة تبقى سجانة؟ يعني الست دي تشتغل في الجوازات، تشتغل في السياحة، تشتغل في الإداريات ماشي. لكن مثلا لما تلاقي حرامي تديله مقص مثلا واحد ببشلة هتتعامل معاه ازاي؟ بيدمروا الأنوثة يا حبيبي. بيدمروا حاجات انت ما تفهمش فيها. لا والله صح يا استاذ انصار جدا يعني انا بتعلم منك والله العظيم. بصي احنا هنحاول بس يا رب هي ما تكونش محافظة المسجونات اللي عندها الكلام اللي يقولوه والرخي. لا لا, لا 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 طمن. هي الزيارة هتبقى مفاجأة فمش هتلحق تظبط امورها. يعني تفتكر هما مش هيبلغوها؟ لا طبعا اكيد هيبلغوها عشان يخلوا مسؤوليتهم بس مش هيبقى في وقت كافي يعني عشان تلحق تظبط امورها. تمام على العموم هنحاول ونشوف. لا ان شاء الله خير خير خير. اريال انا اريال انا اريال. عامله ايه يا اعتدال دلوقتي؟ نحمد ونشكر فضله الحمد لله والبركه فيكي. انا كتبت فيكي تقرير جوز اللوز هتخرجي اخر الشهر. حسن سير وسلوك مع اعياد 6 اكتوبر. اخرج؟ اخرج اروح فين يا ست الماموره؟ اعملي معروف سيبيني قاعده هنا. جرى ايه اعتدال؟ انت عايزه تكملي تعليمك عندنا؟ ده اللي يسمع كده يقول العنبر بتاعك على البحر. في حد يبقى عايز يقعد في السجن؟ انا يا ست الماموره انا عايزه اقعد في السجن على الاقل هنا لاقي لقمه كلها ولاقي 4 حيطان بيداروني. يا اعتدال انت وليه طيبه وقلب قبيح وانا هكلم المحافظ يديكي كشك تاكلي منه عيش. ربنا يخليك يا ست الماموره ويخلي لك بناتك. يا رب يا رب. اقعدي 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 روقي بقى. يا ريتني ما بعت جبتك. انا جايباك عشان تفرحي تقعدي تعيطي. بنت يا سناء انا اتخنقت من السجن هنا والمشوار لسه طويل والست الماموره دي حطاني في دماغها كل يوم والتاني حبس انفرادي حبس انفرادي لما خلاص جبت اخري. مين سمعك يا تفيده؟ وانا راخره خلاص اتخنقت. الانفراد المره دي يا اختي كان صعب قوي. بقولك ايه انا هنفذ اللي اتفقنا عليه. ايوه عربيه التموين جايه النهارده. انا معايا السبراي بتاع البنك الواد زكي سربه لي المره اللي فاتت في الزياره. معايا بنت ولا هتخافي؟ معاكي معاكي وربنا يستر. اسكتي بقى. طب يلا. اهلا بام الولاد. ايه ده بتنقي الفاظك ايه؟ وانتي مش ام ولادي فعلا؟ ايه اللي مزعلك في دي؟ يا ساتر الفاظك طول عمرها بلدي بيئه طول عمره. تشربي ايه؟ كابتشينو ولا ده هيبقى فيه كب. هات لي شاي يا ابني. هتلاقي شاي. خير؟ جايباني من شرم الشيخ لهنا على ملا وشي قلقتيني. اه صحيح بمناسبه شرم الشيخ هو ايه بقى اللي حصل عندك في الاوتيل امبارح؟ يوه دي قصه كوميدي على الاخر. مهندسه جايه تصلح عندنا السيستم. الموبايل بتاعها وقع في البيسين. أمها ست مروشة بتشتغل مأمورة اسم باين أو مأمورة سجن حاجة زي كده. فجأة راحت متصلة بمدير الأمن إن بنتها اتخطفت. جه مدير الأمن بالقوات والغريب إنهم لقيوا إرهابيين.
يا سلام، معقوله القصه دي يعني قبضوا عليهم بالصدفه كده؟ اهو ده اللي حصل. الظابطه دي اسمها ايه؟ لا اسمها ده انا ما باخدش بالي، اسالي ابنك. ابنك عمل صحوبيه مع المهندسه بنتها. وهي كانت ظابطه على كام؟ طول عمره رزق. ما علينا. شوف بقى الموضوع اللي انا جايه لك فيه موضوع مهم جدا يخص بنتك. خير؟ بنتك اشمعنى؟ بتحب. طب وماله؟ هي دي مساله وحشه؟ ازاي بقى؟ دي بتحب واد معد عندي في القناه. يا سلام كمان. طيب ايه المشكله في ده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ بقول لك واد معد عندي في القناه، يعني طمعان فيها اكيد. ازاي يعني؟ مش معد عندك في القناه، يبقى خريج جامعه اكيد. طبعا انا كل المعدين عندي في المحطه خريجين جامعه امريكيه ودنجانكيه وكنديه، كله على مستوى، بس الواد مش لاقي ياكل. ايوه طب وماله؟ واحنا كنا فين يعني؟ من فتاة دي متاهة انتصار. بقول لك ايه؟ من فضلك اذا سمحت تتكلم على نفسك، لان طول عمري بنت عز، انا اللي جيت رمرمت في الاخر. ده انا مطلقك من 20 سنة. باردون؟ لا ما فيش. ما انت مش خايف على بنتك انه يضحك عليها وياخد فلوسها؟ قصدي فلوسك. فلوسي انا؟ طبعا. ان شاء الله بعد عمر قصير جدا انت هتموت وهي هتورث، والواد هيلها في الفلوس كلها. يا ساتر، وجاي تقوليها لي في وشي كده؟ يا ساتر عليك، استغفر الله، بعد عمر طويل ان شاء الله. ما علينا، انا عايزاك كده تعقلها وتكلمها، هي اللي عايشه معاك وانت اللي ليك تاثير عليها. انا ماليش اي تاثير عليها، انا اصلا ما بقعدش في البيت. وبعدين يا ستي ما يمكن الواد يبقى كويس. يا اخي يا اخي، انت طول عمرك كده نيجاتيف سلبي، عامل زي الميه كده، مالكش لا طعم ولا لون ولا ريحه. بقول لك ايه، انا طلقتك من 20 سنه، يعني خلاص مش من حقك تهزقيني. بالعكس، انا دلوقتي ليا الحق ان انا اهزقك زي ما انا عايزه. ما علينا، انا عايزاك كده وانت بتتكلم معايا مش عايزاك تشجعها على الجوازه دي، عايزاك تعقلها وترجعها لصوابها. فاهم ولا مش فاهم؟ يلا باي باي. مش هتشرب الشاي؟ شاي ايه يا راجل وانت عندك شاي؟ ده انت لو نشرت ملوخيه، ده انت التموين حتى مش عندك، اعوذ بالله. يا ساتر، انا كنت متجوزه ازاي دي؟ ده بارك اني طلقتها. مبرد. اهلا 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 سعادتك. ازاي سعادتك؟ ايه اخبار سعادتك؟ ايه سعادتك؟ قناة ايه سعادتك؟ لا انا القناة دي سعادتك مش ممكن تصور معايا، دي قناة مغردة، ده انا الدش عندي بيعرف منها سعادتك. لا معالي الوزير ما يعرفش سعادتك الست دي عملت فيا ايه سعادتك. الست دي اي كلام سعادتك. هخاف من ايه سعادتك؟ انا السجن عندي سعادتك ماشي زي الساعة. تصدق سعادتك في سجينات بتتمنى تزود المدة عندي سعادتك. سعادتك الست دي ممكن تعمل مونتاج ألعيب سعادتك. طيب يعني سعادتك مش كان المفروض تنبهوني أنا مأمور سجن؟ هتصرف سعادتك، هتصرف سعادتك، هتصرف. ألو ألو يا أحمد. أيوة يا أحمد. أحمد أحمد. أيوة أيوة. اجمع لي إدارة السجن يلا في الحوش. حوش إيه؟ هيكون حوش إيه يعني؟ حوش القرافة؟ الحوش بتاع السجن. ليه؟ أيوة أيوة. ليه إيه؟ ليه إيه؟ عندنا دورة رمضانية، في طوارئ. تمام. ده البلاوي دي جات لنا اشاره ان القناه بتاعت دار الحقيقه جايه تسجل معانا، بس في الحقيقه هي جايه تستضلنا اي غلطه. صاحبه القناه مش قادره تنسى العداوه اللي بيني وبينها، بس انا مش هسيبها، انا هخليها تبس من على السطوح. احنا ما عندناش اي سلبيات ممكن تمسكها علينا يا فندم. ده حقيقي يا سياده الرائد، بس هنقول ايه؟ لازم نحتاط. المغرض ممكن يقدم الحقيقه مغلوطه، وهي ممكن تحرف الصور، يعني الفوتوشوب ما بيسيبش حد في حاله الايام دي، وممكن المذيعه دي تذيع النهارده وباسم يوسف يتريق بكره. ما اعتقدش يا فندم. معلش، عايزين نختار مسجونات تحت اشرافنا يشرفونا. ابعدوا لي خالص حنان شنطه ومديحه ما يضرش. أنا برشح المسجونة المثالية اعتدال عبد الصمد. وفي كمان سيادتك
نوارة غباشي وإنصاف أبو ستة. كويس كويس قوي قوي قوي. يلا شرفوني، شرفوا الداخلية. اجهزوا اجهزوا. كل ده ما خلصتش تنظيف؟ ما احنا بننظف اهو. الحمام مش نظيف. يلا العربية فاضل لها 10 دقايق وتوصل. طب يلا ربنا يستر استر يا رب. اوكي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام ابراهيم عم جيد من قناة دار الحياة يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سماح مراسلة البرنامج. اهلا يا سماح. كريم الكاميرامان. اهلا وسهلا. شكلك مش غريب عليا. بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا. معاك تصريح الداخلية؟ تصريح الداخلية. اتفضل. يزيد فضلك يا حبيبي، يزيد فضلك. تفضلوا 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 معايا. تفضل يا موحة. تفضلي. يلا انتشروا انتشروا. تفضلوا. السجن بتاعنا بيطلع كل سنة الأول على مستوى الجمهورية. ده بشهادة الإدارة العامة لوزارة الداخلية والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان. عندنا هنا نظام انضباط عدالة. حضرة المأمورة. إيه يا شهوار بتتلككي عشان تطلعي في الكاميرا ولا إيه؟ أخبار سعيدة جدا. أخبار سعيدة. إيه خير؟ أنا أذكر يا واحدة يا واحدة. معلش إيه عايزة تقولي إيه؟ الحقيقة ما لقيناش ولا تفيدة ولا سناء وحضر الصول عوالته. لقيناهم متخدرين. متصوروا ولا ايه؟ متخدرين في الحمام. متخدرين الصول عواطف وصول حميده. ازاي الكلام ده حصل؟ ازاي الكلام ده حصل؟ ده انا فضحت يا توب عبد الهاج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كلم الحرس كلم الحرس قول لهم يقفلوا البوابات. مش عايزه ناموسه تدخل ولا تخرج. انا هتصرف مع الناس دي بسرعه بسرعه. حاضر يا فندم. يا فندم اهلا وسهلا. اهلا. اتاخرت عليكم. في ايه؟ لا ابدا، ده المسجونات كانوا بيستحموا. الشاور جل خلص بعت اجيبه. نظام نظام. بقول لكم ايه، قبل اللقاءات نشرب حاجه في مكتبي، ايه رايكم؟ ماشي مفيش اي مشكله. عدس فريش. تحسوا بالسجن. يلا اتفضلي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. موحة حبيبتي بحبك قوي. اتفضلي اتفضلي. اسطوره قدمي. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. شاليمو. فين الشاليمو؟ ايوه افتكرتك نسيتيه، كنت هزعل. اتفضلي الشاليمو. اشرب كمان شاليمو. ايوه ايوه. ايه ده ما جبتيش للافندي؟ لا بسرعه الافندي اهم واحد. ايوه ملح ملح، شطة، كمون، ليمون، عايزين ايه؟ كاتشب، مايونيز، كل حاجة عندنا. اتفضلوا. شايفين؟ كلنا بناكل مع بعض في طبق واحد وهدوء. ايه رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث مرات. الله الله. نشرب بقى العدس الفريش. ايه رأيك؟ جميل جميل تحفة. نشربه بقى ونروح نشوف دوري المسجونات للشطرنج. السجن هنا زي ما انتم شايفين مؤمن تمام، مفيش حالة هروب حصلت من يوم ما انا بقيت مأمورة هنا. السحلية ما بتقدرش تهرب. تمام تمام. ايه ده، واحنا بالصدفة اهو بنقابل اتنين من السجانات، ممكن نتعرف بيهم؟ طبعا طبعا طبعا. الزولتا فيدا. الزولتا فيدا. والسول سناء. ما تردي ردي ردي. انا السول تفيدة. اصلها لسه متعينة بس من ربع ساعة. والتانية بعدها بثلاث دقايق. السول سناء. السول سناء. طيب ممكن اتعرف بيكم؟ اهلا وسهلا حبيبتي. اهلا وسهلا نورتينا. حضرتك بتشتغلي هنا في السجن من امتى؟ من يوم ما اتمسكت.
اصلها من يوم ما اتقفش اصلها اتعيد لي يا بنتي في الكلام. اول مره تقف قدام كاميرا متلخبطه. افتكرت انا تعينت هنا من يوم ما تعينت في الشرطه. تمام. طيب بقى وبتجدي صعوبه في التعامل مع المسجونات؟ لا طبعا دول كلهم صحابي وحبايبي. لا صحابك؟ هي تقصد ان انهم يعني احنا بنعملهم كويس زي ما يكونوا اخواتنا. تمام يعني ادميين. صح صح صح. دي بقى لها هنا سبع سنين صول. فهتاخد 7 سنين تاني صول. دي حاجه عظيمه جدا انهم قد كده بيحترموا ادميه المسجونات. طبعا طبعا. طيب هل حد فيكم مره تعرض لموقف ان مسجونه حاولت تهرب منه او شيء من هذا القبيل؟ هو في حد يستجري بس يهرب؟ يهرب ايه؟ وبعدين تهرب ليه وهي مبسوطه هنا اخر انبساط؟ طبعا. والله ده شيء عظيم جدا. طيب بنشكر الصول تفيده والصول سناء. سناء انا سناء هي تفيده. انت لسه هتصلح الاسامي. يوقف التصوير شويه قبل ما انسى عشان لازم دلوقتي حالا اديهم مكافاه. سهرانين على المساجين وتعبانين. اتفضلي تعالي كده. ده انتوا هتشوفوا ايام سوده. طيب في حاجة غريبة مش عارفة ايه هي. انا زهقت. انا هوريكوا ايامكوا سوء. ست المامورة شعوار. خد مسكي مسكي دي كويس. ودي كمان الملعونة. تعالي ولكن الحربانة تحفظي عليهم في مكتبي. اقفلي عليهم بالمفتاح كويس قوي. هاي يا ابراهيم طمني ايه الاخبار؟ للاسف ما عملناش حاجة. عملتش حاجة ازاي؟ ليه؟ ما انت معاك تصريح. ما خلكش تصور ولا ايه؟ لا صورنا بس ما فيش حاجه نمسكها عليها. ازاي يعني؟ ما لقيتش ولا غلطه؟ كل حاجه مظبوطه 100% ولا ايه؟ بصي هو في حاجه مريبه. ايه هي؟ انا مش عارف. ازاي يعني؟ يعني كل شويه بتقعد تتوادوا كده هي والسجانات هي والضباط بيتكلموا كده في حاجه مريبه. ايه هي؟ نفسي اعرفها دي. وانت بذكائك وفطنتك وخبرتك الفظيعه ما عرفتش تلقط حاجه؟ ما عرفتش تفهم ايه الحكايه؟ هو حاجه من الاثنين، يا إما هم أذكياء جدا يا إما أنا بقيت غبي. لا لا أنت ما بقيتش، أنت غبي أصلا. في أنفذ يا واد وأنت بتكلمني. ماشي. طب حضرتك التقرير عندك؟ شوفيه يمكن حضرتك بذكائك تكتشفي حاجة يعني ممكن نمسكها عليها. في سخرية في الحوار، سخرية. طبعا بذكائي وخبرتي الإعلامية الكبيرة أنت لسه فسلي لسه ما بتفهمش حاجة. طبعا هطلع منه حاجات كتيرة بس خليني أدرسه عشان أنزله الحلقة الجاية، لأن الحلقة دي هيبقى فيها متفجرات هفجرها. بجد؟ ايه هي ايه؟ افجرها يعني في وشك دلوقتي؟ ها فسلي.